ده تقريبا يعني ملخص الموقف. ودايما بقول اطمئنوا، مش عشان احنا موجودين، لا، عشان انتم موجودين وقبلنا كلنا في ربنا موجود، واحنا دايما واحنا بنقول ربنا موجود، ربنا مطلع علينا وشاهد على ان احنا في بلدنا رغم الظروف الصعبة ديت حريصين على ان احنا دايما نعمل ونعمل بجد في كل القطاعات وفي كل المجالات، واحنا مصرين بفضل الله سبحانه وتعالى ان موضوع الأزمة الاقتصادية دي نوجد لها حلول نهائية. ومش هطول عليكم فيها، لكن عايز اقول ان لازم خلال خطة طموحة جدا جدا موضوع الاقتصاد والصناعة ومستلزمات الانتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، بان احنا يبقى ليه عندنا بدائل في مصر او انتاج في مصر يغطي مطالب هذه المستلزمات او هذه المنتجات اللي احنا محتاجينها في حياتنا اليومية. لو احنا قلنا ان فاتورتنا في السنة استيرادنا من الخارج اللي محتاجين له عملة حرة سواء كان من سلع او من مواد بترولية او من مستلزمات مختلفة لتدخل في الصناعة في مصر او ادوية، يعني اللي هو الاحتياجات الضرورية اللي ما نقدرش ابدا مهما عملنا ان احنا نقول ان هي مش اساسية، بنتكلم في رقم كبير قوي. طول ما الرقم الكبير ده احنا مش قادرين نوفره بالعمل وبالتصدير وبتوفير بدايل ليه جوه مصر، احنا هنبقى بنعاني. وانا بقولها لكم بمنتهى الصراحة، لازم الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه. ولما بتكلم على انتاج زراعي لتلاتة اربعة مليون فدان، ده رقم كبير قوي عشان يعني يقلل جزء من فاتورة استيراد السلع الغذائية. فمهما حتى كان انتاجنا الزراعي اللي انا بقول بكل تواضع يعني ان احنا خلال سنة كمان بالكتير يعني هنكون دخلنا على خريطة سين اكتر من 450 الف فدان، وفي الدلتا حوالي 2 مليون فدان تقريبا، وتوشكا وشارع الاعانات زي يعني حوالي مليون كمان، ومناطق اخرى بني سويف والمنيا حوالي 60 الف فدان، كومومبا حوالي 150 الف فدان. كل ده يعني ما حد يسمع يقول يعني كل الارقام اللي انت بتقولها بالاضافه للي كان موجود قبل كده ولسه، لسه، لان احنا ما شاء الله يعني 105 مليون وفي 9 مليون موجودين معانا كمان محتاجين ان حاجتهم تبقى موجوده هنا في مصر. مش عايز اطيل عليكم عشان ما اخدش وقت الطابور بينكم.